بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في الحديث الخامس من باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب من كتاب الكافي الشريف، المقطع الأول من هذا الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، تلوناه في الحلقة الماضية، وكان محصله أن هناك علوما ليست للناس قابليه ولا استعداد لاحتمال تلك العلوم فالله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس بتلك العلوم وانما لان للرسول والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام القابليه وقد جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم لذلك الله علمهم وكلفهم بأن يعملوا بما علموا، ولكن هذا أمر خاص بهم. وأما سائر الناس فلأن الله لم يكلفهم ولم يعلمهم فهم في حل من ذلك. ولكن هناك علوم يمكن للناس أن يحتملوها. فالائمه عليهم الصلاه والسلام علموا الناس تلك العلوم لكن التكليف صعب ولذلك اكثر الناس رفضوا مع انه يتمكنون من استيعابه لكنهم رفضوه والقليل هم الذين لم يرفضوه. المقطع الاول الذي مر في الحلقة الماضية كان بالنسبة إلى المؤمنين الذين احتملوا ذلك العلم وقبلوه. وأما المقطع الثاني من هذا الحديث الشريف فحول الذين لم يحتملوا ذلك العلم ورفضوه. ثم قال الإمام الصادق إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وقالوا ساحر كذاب فطبع الله على قلوبهم إلى آخر الحديث الله سبحانه وتعالى في القران يقول ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون هذه اللام تسمى لام العاقبه الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليرحمهم إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الله خلق الناس ليرحمهم لكن البعض رفض هذه الرحمة بكفره وبسوء عمله فاستحق النار، كان مآله إلى النار. كانت عاقبته إلى النار. فهنا يقال إن هذا خلق للنار. يعني خلق ومآله إلى النار. كما في قضية التقاط آل فرعون لموسى عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يقول: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا قالوا فرعون التقطوه لكن المال كان ان موسى لهم عدو وحزن وانما كان غرضهم من التقاطه ان يكون قره عين لهم قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا فهذه اللام تسمى لام العاقبة، ولقد ذرأنا لجهنم، ذرأنا يعني خلقنا، لجهنم يعني ما من يكون عاقبتهم جهنم، أما الغرض من خلقهم فهو الرحمة، ولذا الله سبحانه وتعالى يقول زودناهم بوسائل المعرفة، لهم قلوب ولهم أعين ولهم آذان، لكن لا ينتفعون بهذه الوسائل لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعين لا يبصرون بها مو انه لا يبصرون بها يعني ما يشوف ويشوف يعني لا ينتفع لهم اذان لا يسمعون بها هذا مو معنى انه ما كان يقرا سمع الايات لا يقرا سمعه الآيات، تقرأ سمعه الآيات، لكن لا ينتفع بذلك السماع. فهنا الإمام الصادق أيضاً مضمون هذه الآية يبينها يبينه: إن الله خلق أقواماً لجهنم والنار، يعني خلقهم بما يكون مآلهم وعاقبتهم الى النار بسوء اختيارهم. فأمرنا ان نبلغهم كما بلغناهم. يعني كما بلغنا اهل الجنة كذلك بلغنا هؤلاء الذين هم أهل النار. لأن التبليغ عام. لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبلغهم؟ لأنه العقاب بدون تكليف بدون علم هذا قبيح والله سبحانه وتعالى يتعالى عن القبيح وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فنحن بلغناهم وهم كانوا يتمكنون من القبول لأن لهم قلوب لهم أعين لهم أسماع لكن لم ينتفعوا بقلوبهم بأسماعهم ب... أبصارهم لم ينتفعوا بها أغلقوا باب المعرفة على أنفسهم عنادا فأمرنا أن نبلغهم كما بلغناهم يعني كما بلغنا أولئك واشمأزوا من ذلك ونفرت قلوبهم كلامنا ما قبله أحيانا أنت تشوف واحد ناصبي تلقي له كلاما من محاسن كلام الرسول واله الشوف يتقطب وجهه يرفضه ما يقبله الله سبحانه وتعالى امر ادم امر ابليس بالسجود لادم هذا هو الحق لكن ابليس رفض ذلك لتكبره واستكباره وهكذا هؤلاء الذين يرفضون حديث محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام واشمأزت من ذلك ونفرت ونفرت قلوبهم وردوه علينا ردوه علينا يعني رفضوه رد له يعني ذهب إليه ليسأله رد إليه كذلك أما رد عليه يعني رفض كلامه وردوه علينا ولم يحتملوه لأن لم يحملوا هذا العلم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا هؤلاء حملوا ذلك العلم لكن لم يحملوه لم يحتملوه وكذبوا به هسه يمكن واحد ايمانه ضعيف فد كلام قلبه يشمئز منه لكن لا يظهر ما في قلبه ويسلم عملا هذا انسان ايمانه ضعيف يحتاج الى تقوية للايمان حتى قلبه ايضا يميل الى حديثهم لكن ذولا مو فقط انه اشمئزت قلوبهم بل رفضوا ذلك بل كذبوا الائمه عليهم الصلاه والسلام وقالوا ساحر كذاب هذا بالنسبه للرسول صلى الله عليه واله في القران ايات متعدده بالنسبه للانبياء كذلك يشوف المعجزه ما يقدر ياتي بمثلها فشنو يقول يقول سحر يكذب النبي الذي جاء بتلك المعجزه فطبع الله على قلوبهم الانسان قلبه صفحه بيضاء بالحديث كل مولود يولد على الفطره هذه الصفحه البيضاء بسبب سوء التربيه سوء التعليم بسبب عدم تهذيب النفس بسبب استيلاء الاهواء والشهوات هذه الصفحه تسود تدريجيا بالذنوب والمعاصي اذا الانسان ما واصل الى مرحله العناد يمكن الله سبحانه وتعالى يهيئ الى اسباب الهدايه وما اكثر الذين كانوا كفار أو منافقين أو فساق لكنهم تابوا واهتدوا لكن إذا وصل الإنسان إلى مرحلة العناد بحيث أنه بعد ما إلى قابلية هنا الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه فالتشبيه لمثل مادي أكو أحيانا واحد عضو من أعضاء جسده جسمه يصاب بمرض أفرض بمرض خبيث غدة صغيرة يقولون هذه الغدة يمكن تطويقها بعملية جراحية بعملية ليزرية مثلا يستأصلون الغدة الجراحية وبعد فترة نقاهة المريض يطيب لكن اذا المرض الخبيث انتشر بحيث انه استولى على ذلك العضو بعد خلاص ماكو علاج الاطباء يقولون هذا منتهي القلب الاسود اذا وصل الى مرحله العناد خلص هنا الشيطان يستولي على الانسان وهذا الانسان يفقد قابليته للهدايه بسوء اختياره فهنا الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه. مثل ذاك الطبيب اللي يوقع انه مريض ميؤوس منه، اتركوه. الله سبحانه وتعالى يطبع على قلبه اتركوه هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: بل طبع الله عليها بكفرهم. قوتره الله ما يطبع على القلوب، الله خلقهم ليرحمهم. وفيما مضى تلونا هذا الحديث انه كل مولود يولد الله سبحانه وتعالى يحجز له مكانا في الجنة ويخلق له حورية فإذا مات مؤمنا يصل إلى ذلك المكان الذي حجز له وإذا مات كافرا ذاك المكان المحجوز إلى يعطى لسائر المؤمنين تلك الحورية الله يزوجها لمؤمن آخر اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فالله خلقه حتى يرحمه وحاجز له بكان في الجنة وخالق له حورية لكن هو بسوء عمله سبب ان يكون من اهل النار زين هسه هنا الله سبحانه وتعالى من لطفه للمؤمنين. ومن لطفه لغير المؤمنين غير المعاندين. راد يهيئ لهم وسائل الهدايه ووسائل النجاه. هؤلاء المعاندون الذين كذبوا الائمه واتهموهم ونفرت قلوبهم من أحاديثهم هؤلاء الله سبحانه وتعالى أحيانا ينطق لسانهم بما قاله الأئمة بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله ليش؟ حتى إذا المؤمن في يوم من الأيام إجا حصرة أنت لماذا تقول هذا الكلام؟ يقول أقول هذا الكلام لأن العلماء قالوا علماؤكم قالوا أحاديثكم الصحيحة نطقت به يفتحون أحاديثهم الصحيحة يشوفون إيه هذا الكلام موجود به فهذا يكون نجاة للمؤمنين هذا من جهة من جهة أخرى أكو ناس ولدوا في بيئة غير مؤمنة فهو لما كبر طبيعي أنه يكبر في حسب عقيدة آباءه وأجداده ومجتمعه لكن الله يريد يهدي يشوف هذه الاحاديث فيهتدي فالله سبحانه وتعالى صحيح ذولا المعاندون هؤلاء المعاندون اشمئزت قلوبهم من هذه الاحاديث لكن الله سبحانه وتعالى انطقهم ببعضها اتماما للحجه وهدايه لمن هو قابل ان يهتدي من الذين يرتبطون باولئك المعاندين وانقاذا للمؤمنين وانساهم ذلك الامام الصادق يقول انساهم ذلك يعني انساهم تكذيبهم انساهم انهم انكروا هذه الاحاديث التي قالها الرسول والائمه ثم اطلق الله لسانهم ببعض الحاق هو ناسي الله ينطق لسانه ببعض الحاق فهم ينطقون به وقلوبهم منكره هو ما يقبل لكن الله اجرى على لسانه هو غافل لماذا ليكون ذلك الدفع عن اوليائه واهل طاعته سامثل مثال جدا بسيط الطبري المفسر المعروف صاحب التاريخ المعروف يروي حديث واحد بسند واحد يرويه في تفسيره وفي تاريخه. في تاريخه في المجلد الثاني صفحه 63 يروي ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لعلي عليه السلام: ان هذا اخي ووصيي ووارثي وخليفتي فيكم. فاسمعوا له واطيعوا اخي وَوَصِيِّ ووارثي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا هذا الحديث رواه في تاريخه نفس هذا الحديث بنفس السند مو بسند اخر حتى تتهم مثلا بعض المروي عنهم بعض الرواه لا بنفس السند يرويه في تفسيره في المجلد التاسع عشر صفحة مية وثمانية وأربعين، مية وتسعة وأربعين، إن هذا أخي وكذا وكذا، طير وصي وارثي خليفتي فيكم كذ كذ، سوى كذا وكذا، لأنه لمن كان يكتب التفسير كأنه التفت إلى مدلول هذه الكلمات وصي وارثي خليفتي فيكم في التاريخ كان غافلا منو أجرى على قلمه الله سبحانه وتعالى حتى يكون حجة على كل حال وأمثال هذا كثير ليكون ذلك دفعا عن أوليائه وأهل طاعته إذا يجي يستشكل لك شنو هذا تسوي تقول في كتابك موجود ولولا ذلك ما عبد الله في أرضه يعني لولا أن هؤلاء نطقوا ببعض الحق بحيث أنه صار حجة لأولياء الله وأهل طاعته لأبيد أهل الطاعة ولأبيد الأولياء وإذا أبيد أهل الطاعة وأبيد الأولياء ما عبد الله في أرضه صحيح كانت تصير مجازر في التاريخ وقاتل كثير لكن بالنتيجة هذه الأحاديث المروية في كتب المخالفين كانت في كثير من الأحيان وقاية للمؤمنين بالتاريخ قضايا كثيرة يجيبون واحد من المؤمنين فعل فعلا أو قال قولا ويريدون أن يقتلوه يحاكموا لماذا قلت هذا الكلام يقول هذا الكلام موجود في الكتاب الفلاني من كتبكم يراجعوا يشوفون صحيح موجود في كتبهم يكفون عنه أحيانا طبعا أحيانا أيضا ما كانوا يهتمون ويقتلونهم لكن بالنتيجه الله سبحانه وتعالى عن هذه الطريقه حفظ الاولياء وايضا اتم الحجه واللي هو قابل من للهدايه ممن يرتبط بهم ايضا عن طريق هذه الاحاديث يهتدي زين الحجه تمت على هؤلاء هو معاند الله سبحانه وتعالى يقول واعرض عن المشركين انت بلغت وأحسنت التبليغ هو عاند بعد ما إلى معنى أنه تستمر في النقاش وياه معاند يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها لذا الله يقول هؤلاء وأعرض عن المشركين لا تدير بال إلا بعد فلذا الإمام الصادق في هذا الحديث يقول إحنا بلغناهم والله أنطق لسانهم ببعض ذلك الحق لكن لأنهم معاندون فأمرنا بالكف عنهم خلاص عيفة لأن معاند ما يفيد ويا عنه فأمرنا بالكف عنهم والستر والكتمان يعني بالتقية منهم فاكتموا عمن أمر الله بالكف عنه واستروا عمن عن أمر الله بالستر والكتمان عنه أنتوا ذول المعاندين الذين لا يفيد معهم أي حجة ما تفيد وياهم أي حجة اتركه واستعمل التقية وياه اكتم عنه ما يفيد وياه شو تسوي له والتقية تحفظكم الله سبحانه وتعالى يقول بالنسبة إلى مؤمن آل فرعون وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه في الأخير الله سبحانه وتعالى يقول: فوقاه الله سيئات ما مكروا بتقيته. عمار بن ياسر الله حفظه عن طريق تقيته إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم رفع الإمام الصادق ثم رفع يده وبكى رحمة للمؤمنين. وقال اللهم ان هؤلاء لشرذمة قليلون. الشرذمة الجماعة المنقطعة، القليل من الناس. وفرعون قال بالنسبة إلى موسى وبني إسرائيل: إن لهؤلاء، إن هؤلاء لشرذمة قليلون. يعني جماعة قليلة. فاجعل محيانا محياهم، في الكلام قلب، يعني اجعل محياهم محيانا، يعني كمحيانا. يعني مثلما نحيا نحن بالإيمان والعمل الصالح كذلك اجعل محياهم ومماتنا مماتهم أيضا في قلب يعني واجعل مماتهم مماتنا يعني كمماتنا أي كما نموت نحن على الإيمان حين نموت كذلك يموت هؤلاء على الإيمان حين يموتون وكما الله سبحانه وتعالى رضي عنا واثابنا كذلك ليرضى الله عنهم وليثيبهم فاجعل محيانا محياهم ومماتنا مماتهم ولا تسلط عليهم عدوا لك فتفجعنا بهم لذا مؤمن يسلط عليه العدو ينكل به يعذبه يسجنه يقتله هذا يسبب فجيعه لآل محمد عليهم الصلاه والسلام. اكو في حديث في باب في كتاب البحار انه ماكو واحد من الناس اعظم مصيبه من آل محمد. عاد يجي واحد انسان جاهل ويقول لا القوم ال اللي كانوا في المنطقة الفلانية جرت عليهم مصائب لم تجري على آل محمد شنو هذه الأحاديث هذا من سوء الفهم ونستجير بالله من ذلك آل محمد صلى الله عليه وآله وعليهم الصلاة والسلام هذا كل مؤمن في شرق الأرض وغربه هذا من عيالهم كل مؤمن يموت يفجع يفجعون به كل مؤمن يبتلى بمصيبه يفجعون به كل مؤمن يسجن يفجعون به، كل مؤمن يعذب يفجعون به كل حرمه للمؤمنين تنتهك يفجعون بها فلذا فجيعتهم مستمره لذلك الامام زين العابدين قال ونحن اعيادنا مآتمنا لأن الظالمين الذين سيطروا على الأمور وأسسوا للظلم والجور هؤلاء فجعوا آل محمد في كل لحظة وفي كل يوم لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: "فتفجعنا بهم" يعني إذا سلطت عليهم العدو فنكل بهم وقتلهم وآذاهم نحن نفجع بذلك هاي فجيعه مستمره الى ان الله سبحانه وتعالى يشاء فيظهر الامام المهدي ليملأ الارض قسطا وعدلا فانك ان افجعتنا بهم لم تعبد ابدا في ارضك يعني اذا كل المؤمنين قتلوا وفجع آل محمد بكل المؤمنين خلاص عباده الله تنتهي في الارض والله حكيم لا يخلي الارض من عابد له، لانه خلق الناس ليعبد لكي يرحمهم فانك ان فجعتنا بهم لم تعبد ابدا في ارضك، مثل في يوم الخندق عندما عمرو بن عبد ود عبر الخندق وكان من الابطال الله سبحانه وتعالى في تلك القضيه خاطبه الرسول صلى الله عليه واله حينما ذهب امير المؤمنين علي لقتال عامر اللهم ان شئت ان لا تعبد فلا تعبد اذا علي راح وقتل والمشركون سيطروا على معسكر المسلمين لان معسكر المسلمين كانوا منهزمين نفسيا في سوره الاحزاب الله سبحانه وتعالى يقول وبلغت القلوب الحناجر من شده الخوف يعني وتظنون بالله الظنونا مره واحد خايف على نفسه لا وتظنون بالله الظنونا مو فقط خوف وانما سوء ظن بالله سبحانه وتعالى فاذا كان امير المؤمنين علي يقتل والمشركون كانوا يسيطرون كانوا يقتلون الرسول والمؤمنين والبقيه يرتدون وخلاص كانت تنتهي عباده الله سبحانه وتعالى في الارض لذلك الله سبحانه وتعالى نصر امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام ولذا قال الرسول ضربه علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين، ليش؟ لانه لو كان يقتل علي بن ابي طالب ما حد كان يعبد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لأن المسلمين كانوا يقتلون المؤمنين منهم والبقية يرتدون ينتهي الإسلام. فإنك إن أفجعتنا بهم لم تعبد أبداً في أرضك. وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.